السؤال اللي كنا طرحناه على حضراتكم في بداية الحلقة وحضراتكم كنتوا بتتفاعلوا معانا وتجاوبوا، لو لقيت مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ في ناس تقول لك الاقي مليون جنيه، وفي حد هيقع منه مليون جنيه رقم كبير. لا بالفعل احنا عندنا اتنين جاوبوا بشكل عملي، الاتنين شغالين في مرفق اسعاف سوهاج، وصل لهم بلاغ بحادث على طريق الصحراوي الغربي. لما وصلوا للحادثة وجدوا هذا المبلغ، لقوا 2 مليون جنيه وحقائب ومتعلقات شخصية بقى وموبايلات وما خلافه. على طول وبدون تردد قاموا بتسليم هذا المبلغ وهذه المتعلقات للضحايا لقسم شرطة جهينة. معانا دلوقتي على التليفون محمد بخيت، مشرف في هيئة الإسعاف في محافظة سوهاج. يا أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد، صباح الخير يا أستاذ هديل. أهلا بيك. قبل ما تحكي لنا القصة احنا عايزين نتعرف على المسافين، عايزين نعرف الناس تعرفهم، هؤلاء الأبطال. تمام يا فندم. هو من غير مقدمات كتير، المسافين اللي كانوا موجودين في البلاغ كان الاستاذ عماد درويش لبيب مكرم الله ومعاه زميله علاء احمد ابراهيم. جميع اطقم الاسعاف موجوده عندنا مشهود لها الكفاءه والامانه طبعا، ده مش بس في السوهاج، ده على مستوى هيئه الاسعاف المصريه في مصر كلها. النماذج دي في منها كتير، في اللي بيصادف الحظ وبيتسلط عليه الضوء، وفي اللي بيأدي الامانه من غير ما حد يعرف ولا يحس بيه. بس حقيقي ربنا يبارك لهم. ربنا يبارك لك يا فندم. اكيد طبعا هم من الناس الممتازين والناس اللي تشرف فعلا بجد، ومثال يحتذى به للامانه والشرف في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا لسه كنا بنتكلم انه لما بيكون في مردود يعني معنوي وحتى لو مردود مادي ومكافاه، لما حد بيلاقي حاجه ويروح يسلمها بيكون مهم. انتوا ازاي في هيئه الاسعاف احتفلتوا بالمسعفين دول؟ هو بالفعل يا فندم هو جاري الاحتفال، حضرتك بتكلميني، وهو الاحتفال بيعد في مكتب السيد الدكتور رئيس الهيئه لتكريم الابطال بتوعنا على امانتهم واداء اعمالهم بمنتهى الامانه والاخلاص، وعلى تفانيهم الدائم. حضرتك ليك انك تتوقعي ان ده حادث في منطقه صحراويه، وصول الطاقم لقى الاثنين متوفيين الى رحمه الله، ما فيش حد رقيب غيره هو وربنا وضميره. ويمكن يعني دي طبيعه شغلكم كمسعفين، تقابلوا ده كتير، اغلب الوقت بنشوف كده كتير طبعا، ونفس الانسان بتحدثه بالسوء دايما، بس الناس الموجوده عندنا موجوده بسم الله ما شاء الله، بتحافظ على نفسها، بتحافظ على امانات المرضى، هو بيحافظ اساسا على روح الانسان نفسه اللي هي دي اهم حاجه. صحيح. الفلوس هتساوي حاجه قصاد حفاظه على ارواح المرضى والمصابين، لان ده القسم اللي احنا اقسمناه في هيئه الاسعاف المصريه، ده عظيم، بالحفاظ على ارواح المرضى والمصابين طول الوقت واماناتهم. طيب حضرتك قلت ان دول نموذج، وانتوا عندكم نماذج تانية كتيره بيتم تسليم المبلغ بهدوء. هل انتوا في الهيئه بتقوموا بعمل ندوات مثلا للعاملين لتطبيق ومراعاه الامانه في مثل هذه اللحظات؟ دايما يا فندم بيكون في تدريب مستمر للعاملين في الهيئه، ومن خلال التدريبات المستمره بيتم التوعيه للناس على اهميه الحفاظ على ارواح المرضى والمصابين، لان زي ما حضرتك في الاول دي حاجه امانه مهمه جدا لا تقدر بثمن، ومن ثم بعد ذلك المحافظه على اماناتهم وتعلقاتهم الشخصيه واسرارهم اللي هي بتبقى موجود. هي دايما الامانه كمان موجوده في اسرار المريض نفسه، لان ممكن مقدم الخدمه بيشوف وبيسمع حاجات ما حدش هيشوفها ولا يسمعها عن المريض او المصاب ده في اي مكان في الدنيا. طيب بيكون في موقف مخالف للي بيحصل، يعني احنا بنتكلم على اتنين من المسعفين اللي بيتميزوا بشيء كبير من الامانه، ولا انا بشوف ان ده جزء كبير من واجبهم، لكن بتواجهوا ازاي العكس؟ وهل ده بيحصل في مواقف بتقابلوها في شغلكم؟ يعني انا من ليا فتره كبيره بشتغل مشرف في هيئه الاسعاف المصريه، لم يصادفني مثل هذا الموقف، لان الحدث نفسه اللي بيكون فيه الحدث بيكون حدث جلل. بعد مصيبه الموت ما بيبقاش فيه حاجه ثانيه، يعني حتى نفسه اللي هو طالع وشاف البلاغ وشاف الحادثه وشاف الوضع قدامه، ما اعتقدش ان ممكن نفسه تحدثه باي شيء من السوء تجاه اللي هو شايفه، غير ان هو يحافظ على امانته ويحافظ على كل اللي موجود معاه، وده اللي احنا اتربينا عليه الحقيقه. يعني حضرتك استاذ محمد اشرت لنقطه مهمه جدا، هي مساله في مساله حمل الامانه، يعني المساله حتى مش فلوس فقط واوراق فقط، ممكن حد يكون بيلفظ انفاسه الاخيره بالفعل في هذه الحادثه وعايز يوصل رساله لحد بالزبط. لازم هذه الرساله تصل كما اراد. بالظبط بالظبط يا فندم، حضرتك كده وصلت لك المعلومه بالظبط، ان انا امانتي وحدها مش اني
احافظ على حياته واحافظ على روحه في الوقت اللي هو موجود فيه في الحدث اللي هو فيه. لا ده انا ممكن اخد منه زي ما حضرتك قلت، ممكن اخد رساله، ممكن اسمع حاجه، ممكن اشوف حاجه، والحاجات دي كلها من باب الامانه وتحت صحيح. القسم اللي انا اقسمته ان انا لازم احافظ على اسرار واحافظ على امانات واحافظ على خصوصيات المريض او المصاب ده تحت اي بند. صح. اشكرهم يا استاذ محمد وبلغهم سلامنا. تمام يا فندم، يوصل لهم حالا. شكرا جزيلا استاذ محمد بخيت، مشرف بهيئه الاسعاف في سوهاج، نشكرك على وجودك معنا النهارده، وبنشكركم على احتفالكم بزملائكم اللي الحقيقه تميزوا يعني بشيء كبير من الامانه اللي احنا كلنا محتاجينها تكون موجوده في حياتنا يعني.